أستاذ، يعني الهدنة الذي زمنت بشهرين، ماذا عن تعز؟ هل تم فتح الخطوط؟ تعز يتكلم عنها باستحياء في أي اتفاق وكأنها بنت خالة، يعني يفتح للحوثيين كل شيء وتعز يقول لك يتفقوا يتشاوروا. يا أخي لماذا لا يفتح الخط؟ لا لم يفتح للهدنة. لا لم يفتح إلى الآن، لم يفتح الخط. وتعز طريق واحدة، طريق الموت، لا تقزعها القاطرات، لا تقزعها الباصات، لا تقزعها السيارات الصغيرة، الحوادث، الوفاة يوميا، يعني في حصار تام. ويفترض يعني أن يكون هناك موقف جاد للبرلمان والمجلس القيادة الرئاسي، لأن تعز تدفع ثمن لا ندري ما السبب، تعاقب على ماذا؟ تعاقب لأنها قالت لا للعبودية، لا للمشروع الفارسي، وهذا لا يليق أبدا. أنا عبركم أناشد كبرلماني يمني وأحد أبناء تعز، ولو كانت محافظة أخرى من تعز يشهد الله أن سيكون هذا موقفي هو.